انتوا صحاب بقى ولا لا صحاب اكيد عارفين بعض يعني عارفين بعض ان شاء الله مش حاسس بس ماشي. طيب هسأل معلومة موحدة وكل واحدة هتكتب المعلومة دي عن التانية مش عنها هي فمثلا هنقول كل واحدة تكتب طول التانية ايه. انا هفتي طبعا انا كمان بس انا حاسة يعني انها صح. 71 متر 70 182 صح؟ انا 172 بس انا اعتبرها صح يعني قريب مش مشكلة. كل واحدة تقول لنا تاريخ ميلاد التانية ايه. انا انتشار كامل انتشار 7 شاطرة شهر كام 7 بقى 16 7. طب انا قلت الشهر قول انت الشهر. تبقى حيوانة قوي لما قلتيهاش انا اسفة. 9 لا 9 ده صعب قوي الصراحة. 8 10 11 بعدين انت ايه الاربع شهور قبليها؟ 11 ماشي شهر 7. طيب اليوم ايه بقى؟ 16 وانتي 95 يا سلام هو 11 98 خلاص لازم اليوم بقى. طيب كل واحدة تكتب المغني المفضل للتانية. سنة هفتي سنة تامر حسني فعلا انا كمان. طيب هنكتب بقى الممثل المفضل لكل واحد. انت لازم يبقى ده الممثل المفضل بتاعك. احمد عز واحمد عز كمان. والله ده فعلا الاسم الرباعي عش الثلاثي. لا لازم رباعي الثلاثي ده انا ما اعرفش غير هو اصلا ثنائي. ازاي يعني لا ما اعرفش غير ثنائي. لا هو في اسم في النص وقع انا بقى كمان ثمانيات. ميرال اشرف عبد الجواد وسرايا محمد. سرايا محمد يحيى هكتبها يحيى حاضر في محمد في النص مش مشكله خلاص. كل واحده تكتب هي تانية درست ايه في الجامعه. انت مش عارفه حاجه خالص. انا عارفه. لا انا ما اعرفش سرايا درست ايه. بزنس كنت حاسه والله العظيم. طيب يا بنت اللعيبه صح سبورتس مانجمنت وبزنس. احسن واحده بتلعب ثلاثيات في الاهلي. سرايا احسن واحده بتلعب رميات حره في الفريق كله بره. رنيم وسلعاوي. ماشي اسرع واحده في الفريق. عارفه لو ما كتبتنيش. ميرو ده بجد ولا بجامليها؟ استنتني في واحدة فل... لا أنا والله في حد أسوأ مني؟ لا والله أنا أسفة. ميرو أحسن واحدة بتدافع في الفريق. مش عارفة هو بين ولا لا. هالة وأنا بس هي هالة. ميرو وهالة الكلام ده حقيقي ولا لا هالة والله. سيبك من اسرع بقى والقصص دي اسرع دي بتحور. هي فعلا هي هي وهالة هي وهالة. طيب اسئله عنكم انتوا الاثنين بس مين بتبص في المرايه اكتر؟ اظن انا وانتي. لا ما هو انتوا الاثنين بس بينكم انتوا. خلاص ماشي هختار سرايا مش هضايقها. مين بتطبخ احسن؟ لا انا ولا هي. تكتبيش تكتبيش. لا انا ولا هي. مين بيتكلم اكتر؟ انا زرايا انا. مين بيخش الجيم اكتر؟ زرايا دلوقتي انا دلوقتي زرايا عشان اصابه بس دلوقتي زرايا.